بالنسبة للقانون يجب أن يطبق على الجميع، وكل ما توترت في هذا في مثل هذه القضايا خص تحقيق يمشي لأبعد، يمشي لأبعد المدى، وخص تطبيق القانون على الجميع كيف ما كان هذا المتورط أو المتورطة في مثل هذه الحالات، سواء كان مسافرا ولا عاملا ولا أستاذا ولا صحفيا، شابا دارسا غير دارس، أمي غير متعلم، القانون يطبق على الجميع، وهذا هو روح القانون. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.